أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية منها والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. البداية من صحيفة صوت العراق، ونقرأ منها مقالا بعنوان الانفلات سمة العراق الديمقراطي للكاتب كامل سلمان. يقول سلمان فيه: الانفلات الأمني بالمفهوم القانوني بمعنى الفوضى وعدم سيطرة الدولة وعدم الاحترام على الوضع وعدم القدرة على توفير الأمان للناس، أي أن الدولة فاشلة. بمعنى آخر، عدم وجود الدولة بالحقيقة وبمعنى السيادة والساحة للأقوى. وهذا يعني أن المواطن العادي يجب أن يعيش الخوف والقلق وانعدام الأمن. والانفلات القانوني يعني الفساد، يعني رجل القانون هو أخطر على حياة المواطن من رجل العصابات، لأنه يتلاعب بالقانون كيف ما يشاء. والأقوياء اليوم هم القانون، وهذا ما يحصل في عراق اليوم. السلاح المنفلت والأخلاق المنفلتة والقوانين المنفلتة والأفكار المنفلتة وحتى العواطف المنفلتة سمة العراق الديمقراطي الجديد. نقول ذلك بكل ألم وحسرة. يتوهم البعض بأن السيطرة على السلاح المنفلت سيوفر الأمان والرفاهية للناس، فيما تترك الأخلاق المنفلتة والفساد والسياسات المنفلتة والقوانين المنفلتة تترك سائبة لأنها عديمة التأثير على حياة الناس ومعاناتهم حسب اعتقاد الغالبية من الناس. هذا هو الوهم بعينه. الأخلاق المنفلتة والقوانين المنفلتة أشد خطورة على حياة المواطن من السلاح المنفلت. فلنعلم جميعاً بأن السلاح المنفلت هو نتيجة ثانوية للأفكار والسياسات المنفلتة. نحن نعيش اليوم حياتنا كل شيء فيها منفلت. أما انتشار السلاح والاقتتال العشائري الذي أصبح سيناريو يومياً، وانتشار المخدرات حتى على مستوى النساء والفساد الإداري، وانتشار العصابات المنظمة، فكلها نتاجات ثانوية. للأسف الشديد يذهب البعض من الكتاب والإعلاميين إلى النتائج الفرعية ويهولون من حجمها وخطورتها في الوقت الذي يتمسكون صمتاً عن الأسباب الحقيقية. وعن فداحة الخطب وجسامة المصيبة في العراق، ومن صحيفة العالم الجديد العراقية، نقرأ تقريرا الكاتب أسعد عبد الله حول استفحال ظاهرة المخدرات التي تطل برأسها على العراق. يقول فيه: تعتبر تجارة المخدرات هذه في العراق أمرا يثير القلق ويهدد الأمن والاستقرار في البلد، وتعود جذور هذه الظاهرة إلى عوامل اجتماعية وأخرى اقتصادية وأمنية متشعبة. ويبقى عامل الاحتلال الأمريكي وتغييب القانون هو العامل الأكثر تأثيراً والأساس. ويضيف الكاتب: من العوامل الرئيسة الأخرى التي ساهمت في تفاقم تجارة المخدرات وانتشار الفقر وتوسع الفوضى وانعدام الأمان في بعض المناطق يجعلها ملاذاً آمناً لتجار المخدرات الذين يستغلون هذه الظروف لترويج منتجاتهم بكل حرية تامة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني العراق والعراقيون من ظروف اقتصادية صعبة، مما يدفع بعض الأفراد إلى اللجوء لتجارة المخدرات كوسيلة للكسب السريع للمال في العراق. تهريب المخدرات إلى العراق يتم عبر عدة طرق وقنوات مختلفة، نظراً لتنوع أنواع المخدرات وتعقيدات الوضع الأمني في المنطقة. ومن بين الطرق الشائعة لتهريب المخدرات إلى العراق هي: 1- الحدود البرية. تستخدم الحدود البرية التي يحدها العراق مع الدول المجاورة كممرات رئيسية لتهريب المخدرات. ويتم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية، سواء عبر المركبات أو عن طريق الأشخاص الذين يحملونها في حقائبهم أو ملابسهم. 2- الحدود البحرية. تستخدم الحدود البحرية القريبة من العراق لتهريب المخدرات عبر السواحل. تتم هذه العمليات عادة عبر قوارب صغيرة أو زوارق تقوم بنقل المواد المخدرة إلى السواحل العراقية. 3-
الطرق الجوية. تستخدم الطائرات الخاصة والطائرات الصغيرة أحياناً، بل حتى الطائرات المسيرة لتهريب المخدرات إلى العراق عن طريق الجو، ويتم تخبئة المواد المخدرة في حاويات صغيرة أو حقائب تقل عبر الطائرات. في المقابل، قد يكون الفساد والرشوة عاملاً يسهل تجارة المخدرات ويعيق جهود مكافحتها، وأضعف التشريعات والقوانين. قد تكون التشريعات غير كافية أو غير فعالة في مواجهة تجارة المخدرات ومعاقبة المتورطين. ومن صحيفة العرب الجديد نقرأ مقالا بعنوان: الولايات المتحدة الأمريكية، دموع في العينين ودماء على اليدين، للكاتب أسامة أبو أرشيد. يقول أرشيد: تزعم إدارة بايدن أنها تريد تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن التواطؤ بل قلة الشراكة الأمريكية الكاملة لتقل في الإجرام الإسرائيلي لا تقف عند حد، بل تتعدى إلى تعزيز قدرته على ترويع المنطقة برمتها كلها وجعلها عرضة لمصير قطاع غزة إن تجرأت أي من دولها أو فاعلها على تحدي إسرائيل. حسب القانون الأمريكي لعام 2008، فإن استراتيجية المساعدات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم على الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على الدول المجاورة، ويتضمن هذا النهج منح إسرائيل إمكانية الوصول أولاً إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية أو الإصدارات الأكثر تقدماً منها، كما أن الولايات المتحدة تعوض إسرائيل بزيادة حزم الأسلحة والمساعدات العسكرية لها في حال ما باعت أسلحة لجيرانها. وقد جرى تقنين هذه الاستراتيجية أمريكياً في قانون نقل السفن البحرية لعام 2008 الذي يحظر الصادرات الدفاعية إلى دول في الشرق الأوسط من شأنها الإضرار بميزة إسرائيل العسكرية وتفوقها النوعي. دع عنك طبعاً التعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدولتين والسماح لتل أبيب بالتعاقد المباشر مع أكثر شركات الأسلحة الأمريكية تطوراً. الكارثة أن أي من الدول العربية المطبعة مع إسرائيل علناً أو سراً لا تبدي حساسية أمنية واستراتيجية نحو مساعي إسرائيل في الهيمنة على المنطقة. رغم غيابه عن الأضواء، يتساءل الكاتب فيصل القاسم في مقال بصحيفة القدس العربي: هل تلعب إيران دوراً داعشياً في المنطقة؟ ويضيف الكاتب: يكفي أن إسرائيل اليوم صارت تتقاسم مع إيران العداء للعرب، ولعبة التقاسم العداء هذه ليست جديدة، بل تحدث عنها كاتب المستقبليات الأمريكي الشهير جورج فريدمان، مسؤول الاستخبارات السابق المعروف. في اليوم الأول يقول فريدمان من هذا القرن، أي قبل أكثر من 23 عاماً، حين قال إن أهم تحالف في بداية القرن الحادي والعشرين هو التحالف الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، وقد تمثل ذلك كما بدا لاحقاً في توزيع الأدوار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران في المنطقة. كلنا يتذكر الخدمات الجليلة التي قدمتها إيران لأمريكا في العراق وأفغانستان فيما بعد، وكيف كوفئت إيران بالتمدد داخل العراق وسوريا ولبنان واليمن بكل حرية. لا، بل أفرجت لها أمريكا عن مليارات الدولارات مؤخراً. لكن كل شيء بحساب ومربوط بوقت محدد، فترك الحبل الأمريكي والإسرائيلي على الغارب لإيران كي تسرح وتمرح في المنطقة لفترة من الزمن ليس من دون مقابل. وهذا يقودنا الآن إلى السؤال التالي: ما هي أوجه الشبه بين إيران وداعش في المنطقة؟ الجواب ليس صعباً أبداً. تعالوا فقط ننظر إلى الوظيفة التي لعبها تنظيم داعش منذ سنوات ونقارنه بالدور الإيراني. ألا تنطبق لعبة الفزاعات الاستراتيجية نفسها اليوم على دور إيران ووظيفتها على ضوء الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد الوجود الإيراني في سوريا وغيرها؟
هل يا ترى كان لإيران أن تدخل إلى سوريا بهذه البساطة والسهولة مع عشرات الميليشيات الطائفية وتعيث دماراً وتخريباً وقتلاً وتهجيراً ونهباً وسلباً من دون ضوء أخضر أمريكي وإسرائيلي؟ مستحيل، خاصة وأن من عادة إسرائيل أن تذهب إلى أقاصي الدنيا لتدمر هدفاً يمكن أن يشكل تهديداً لها بعد عشرات السنين من خلال ضربات استباقية شاهدناها في مناطق نائية جداً وخاصة أفريقيا. فكيف تسمح لإيران وميليشياتها إذن أن تصل إلى الجولان لتهدد إسرائيل مباشرة؟ شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذه التقنية المهمة، محورا كبيرا فعالا في الحرب على قطاع غزة، حيث يستعين بها جيش الاحتلال في استهداف القطاع والقصف المستمر على أهالي غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وحدد جيش الاحتلال الصهيوني باستخدام الذكاء الاصطناعي عشرات الآلاف من سكان غزة كمشتبه بهم في عمليات القصف والقتل، حسب ما كشف موقع 1972 بلس. وبحسب التحقيق الذي أصدره الموقع، فقد كشف القائد الحالي لوحدة الاستخبارات بجيش الاحتلال النخبة 8200 قضية تصميم آلة خاصة مختصة يمكنها معالجة كميات هائلة ليست بالقليلة من البيانات بسرعة لتوليد آلاف الأهداف المحتملة. البرنامج الذي صمم لتحديد جميع النشطاء المشتبه بهم في الأجنحة العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، بما في ذلك العناصر ذات الرتب المنخفضة كأهداف محتملة للتفجيرات، كان تأثيره على عمليات جيش الاحتلال لدرجة أنهم تعاملوا بشكل أساسي مع مخرجات آلة الذكاء الاصطناعي كما لو كان قراراً بشرياً. وأشار التحقيق إلى أنه خلال المراحل الأولى من الحرب أعطى جيش الاحتلال موافقة شاملة للضباط على اعتماد قوائم القتل التي وضعها دون الحاجة إلى التحقق بدقة في سبب قيام الآلة بهذه الاختيارات أو فحص البيانات الاستخباراتية الأولية التي استندت إليها. وأكدت المصادر للموقع ذاته أن الأفراد البشريين كانوا بمثابة ختم مطاطي لقرارات الآلة، مضيفاً أنهم عادة ما يخصصون شخصياً حوالي 20 ثانية فقط لكل هدف قبل الإذن بالقصف، على الرغم من علمه بأن النظام يرتكب ما يعتبر أخطاءً. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
أهلا بكم من جديد. أحيا نحو 200 ألف مصل الجمعة ليلة القدر المباركة في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم التجديدات الإسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية تابعة للأردن في بيان لها إن 200 ألف مصل أحيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وشهدت ليلة القدر أكبر عدد من المصلين داخلين إلى المسجد الأقصى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وضاعفت الشرطة الإسرائيلية تواجدها أمام أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس، وخاصة عند بابي الأسباط والسلسلة. واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية الصهيونية مساء الجمعة على العديد من المصلين قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، عقب تأديتهم صلاتي العشاء والتراويح في ليلة القدر المباركة. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هاي المهنة المسحراتي هي مهنة تراثية حضارية عريقة تمثل لها المدينة الموصل، خاصة بالمدينة القديمة. عادات وتقاليد أهل الموصل القديمة هي ما يحلق رمضان إذا ما بدور المسحرشي. صح أنه تطورت التكنولوجيا يعني بالموبايلات وكثير شغلات تطورت بيها، بس ولكن المسحراتي هو دور أساسي المدينة الموصل. رحت وتعالجت بأربيل واشتغلت طبل صغير ورجعت للمدينة القديمة. طلعت بأول يوم بطبل صغير وصح العالم ما كانت بالمدينة القديمة، فاستجابت العالم وشجعتني أنه أطلع بدور المسحراتي. دور المسحراتي يعني الحمد لله هاي 8 سنة أو 7 سنة أنا أطلع طقته أنه أطور لبسي واشتغل طبل، من طبل صغير إلى طبل كبير ومن زي إلى زي، كسني أطلع بزي والحمد لله طقته أنه أفرح الأطفال وأزغع الابتسامة بقلوبهم. إلى اللقاء.